هجمك على السوشيال ميديا ورديتي عليه؟ ايوه بقى هي دي الاسئله. ممكن اخر حاجه انت جايه يعني انت قلتي اولادي جم عليا انت جايه تكملي؟ لا ما هي على فكره دي فرفشه كده انا كده بفرفشك والله. انا قلب ابيض يا روين ايوه بس يعني لو هنفتكر موقف من المواقف يعني هو حصل هو الموقف الوحيد في حياتي يعني أوكي. هو حصل يعني خلال التسع سنين على اليوتيوب يمكن كان في حد كده معين هو اللي كان شغلته الشغلة يعني المهنة في البطاقة هاجم لومي ما وراهاش الا لومي ايما نايمة واكلة شربة بتهاجمها. انا اقولي اخر موقف بس طبعا انا لسه بتكلم مع المذيعتين اللي كانوا قبليكم وبقول لهم الحاجات السلبية ترموها ورا ظهركم ما تبصلهاش. فانا كنت طبعا اللي هاجم يهاجم انا ماشية اللاين بتاعي ماليش دعوه بحد انا ليا جمهوري اللي ما بي يعني انا عايزه اقول لك ان انا في الفتره دي ده انا بشكرها ان هي هاجمتني لان هي بسببها وبسبب مهاجمتها ليا انا كونت اكبر جيش على اليوتيوب وكنت من اوائل الناس اللي اتقال عليها جيش لومي لوما. اديله يا لومي. ايوه ايوه لا لا في خلال الفتره دي فعلا كان اول حد يتقال عليه احنا جيش لومي لوما اتكون جيش وانا قاعده كده بتشمس معرفش جه منين. فالحمد لله معايا جيش معايا تطار دلوقتي ما شاء الله. وبدا بعد بقى جيش لومي لومه بقى كل حد بقى عجبه اللهجه يعني او الكلمه في حد ذاتها فبقى جيش فلانه وجيش علانه وجمهوريه كده يعني. كات كات كات. طبعا احنا عارفين ان انت برضو ست بيت ومسؤوليه كبيره ثلاث اطفال اكيد مجننينك. مش اطفال ما في اتنين كبار. ايوه ماشي. مش كانوا اطفال يا روان؟ ايوه كانوا اطفال. ف اي بقى مناسبه رحتيها فرح اي حاجه مؤتمر نمتي قبل كده من التعب يعني ما حسيتيش بنفسك ونمتي لما رجعت يعني ولا ايه في المناسبه؟ في المناسبه نمت. هو انا نمت بس هو ما كانش مناسبه بصراحه هي كانت مناسبه مش حلوه يعني هو كان عزاء. لا لا هي دي المناسبه الوحيده اللي كلنا بننام في العزاء.